ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل عيش الطاسة. هو سهل قوي وهيعجبكم. المقادير سهلة وبسيطة: 2 كوباية دقيق بنفس كوباية اللي عيرت بيها الدقيق، حطيت 1 كوباية لبن دافي ومعلقتين ممسوحين خميرة فورية، ومعانا برضو 0.5 معلقة ملح ومعلقتين سكر صغيرين ومعلقة زيت وخميرة. هحط طبعا الخميرة والسكر والملح مع بعضهم، وكوباية اللبن تكون دافية. أول حاجة طبعا هدمجهم مع بعض، وبعد كده هبتدي أعجن فيها. وبالشكل دوت انا لميتها بشوية زيت وهسيبها تخمر، وان شاء الله لما تخمر هنشوف هنعمل ايه. وبكده بالشكل دوت خمرت معانا، بعملها دوريات ونشوف هنعمل ايه. وبالشكل ده كان عملتهم كور وابتدي اشتغل فيهم. انا حطيتهم كده في الدقيق بقى وابتدي ايه امشي عليهم بالشكل ده. بالشكل ده ونعمل الزوايا كلها زي ده كده بالشكل ده. بالشكل ده بقت جاهزة معانا، وهناخدها نعملها على الطاسة. تعالوا معانا. طبعا لما تعمليها وتفرديها حاولي تحطي ما بين كل واحدة والتانية كيس عشان ما يلزقوش في بعض. وبالشكل ده انا هبتدي احط في الطاسة. هي طبعا هتبتدي تستوي اهي، وحاجة نضيفة وحاجة حلوة اوي. وطبعا هي ابتدت ترتفع لفوق اهي، بيبقى طعمها حلو اوي. وبالشكل ده كان قلبته على الناحية التانية، ما جيتش جنبيه خالص، انا رفعته بالطاسة كده واتحدف لوحده.
وبالشكل ده يا جماعة العيش خلص معانا. وانت لو عايزة تزودي، هو ده طلع معانا 8 ترغيفة، انت لو عايزة تزودي الضعف زوديه، وان شاء الله لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشكرا.